السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المصغرة لبرنامج الأنمي استوديو والمشروع اللي تكلمنا عنه في الجزء أو الحلقة الأولى من هذه الدورة. الفيديو الأول احنا أخذنا فيديو لرسم الشخصية، بدينا بالجزء الأول اللي هو رسم الوجه وتفاصيل الوجه. هسه راح نكمل بقية الجسم وراح نبديها بالرقبة. فاكتر جديد وأسوي الرقبة، اختار الرقبة، اختارها منين، اختار اللون هذا وأجي للرقبة، اختار هذه، هاي الرقبة لو فرضنا هذه هي الرقبة، خلي لها نقطتين هنا بالوسط وهذه شوي نصعدها وهذه ننزل ونسويهن بهالطريقة. هاي الرقبة وين تصير؟ نسميها رقبة، هذه خليناها رقبة، نخليها تحت الهيد. هسه راح نجي نسوي فاكتر جديد نسميه بودي، الجسم. نجي فاكتر جديد نسوي جسم، نختار هاي، نختار المربع، هذا الجسم، هذا الجسم. هسه راح افصله تفصال، هذا الجسم، خلي لي نقطة هنا ونقطات صار هنا، افصله تفصال يعني ارسم عليه كان قاط يعني الياخة وال إذا تلاحظ هسه لاحظ، بس خلنا نعدل بذني، هسه نعدل بذني هذن، هذن نسويه هالطريقة وهذا أيضا. جسم هذا هذا الجسم. هسه انت فصل يعني شلو تريد تفصل البدلة مالتك، يعني ارسم هنا اول مرة بهالطريقة. شوف لاحظ شلو انا جاي ارسم، نقدر بهالمكان نخليه، وهذا أيضا نخليه بهالمكان على أساس قميص. نجيب ذني شوية نجيبهن. هسه القميص ننطي لون لو فرضا أبيض، لاحظ أأشر ما أأشر القميص فقط، أختار هذه الأداة اللي هي اسمها جريت شيب، أو أدوس على يو، اضغط ذني ذني لاحظ شلون صار. هسه اقول له كريت شيب، اضغط الثانيات لاحظ ايضا اقول له كريت شيب، وهسه اضغط هذا، كل نقاط مغلقة اقول له كريت شيب، واضغط هاي النقاط المغلقة الثانية واقول له شيب. هسه خلصت القميص، القميص خلصناه، تعديلات بعدين، تعديلات بعدين اللي نسويهن على القميص وال هاي التعديل هاي. هسه السترة لو فرضا نختار لها لون، نختار لها لون ازرق، خلي السترة لون ازرق، سوينا لون ازرق، نجيهن نختارهن، نختار السترة، نختار أول مرة الياخة، لاحظ جاي يمشي على النقاط ودايس الشفت، دوس الشفت شفت وانت وح. خلصن ذني، نجي للثانيين
ندوسين دوس شفت وياها وياي النقاط يعني أول مرة يو اختارها. خلصنا هذه، نجي للسترة الكاملة، نختار لها لون شوية أغمق. السلاحر نختار هن النقاط اللي ضمن دائرة اللي ضمن مغلق، يعني ما يصير أجي هنا لأن أكو خط هذا بيناتن، اللي هن مفتوحات لاحظ. هسه أجي ما يصير هيج، أرجع هسه إذا تلاحظ هاي صارن، إذا تلاحظ هذا من خلال هذه الأداة، هذه الأداة أو أضغط H، H أضغط وأدوسها راحت. هسه إذا تلاحظ طبعا يطلع النص كنترول R، لاحظ الشخصية شلون صارت. هذه شخصيتنا، يعني تقدر شخصية الطبيب اللي إحنا بالقصة نقدر نسويها بهالطريقة. هسه راح نختار بادي، هذا البادي فوق أب خل أسميه، وأجي بادي ثاني أفتح فاكتور جديد وأسميه بادي داون أو اللي هيك. نختار نفس الألوان ونختار هالي، خل نشوف نختار الدائرة، نختار دائرة شوية نجيبها، هذه اللي تصير الساق نخليها تحت الأب، هذه نخليها تحتها إذا تلاحظ نخليها تحت البدي الأب. هذا نقدر نسوي هذا اللي نعدله نسويهن بالعدل، هنا نخلي كم نقطة بعدين للتحريك، هنا مثلا نخلي واحدة هنا واحدة مقابلها، الثانية هنا الثانية مقابلها، وهاي الثالثة مقابلها، اوكي. خلينا رابعة هنا هذه. هسه إذا تلاحظ صارت، نجي لهذا للداون صعدها لفوق، صعدها لفوق. هسه خلصناها، هسه نجي للساق ليج، نجي ليج ليفت ليج ليفت ليج، لو فرضا هذه الليف ليج. هسه هذه نختار لها، نختار هذا العادي يعني هذا الليفت ليج، هذا الرجل لو فرضا، احنا ما راح نهتم بالرجل لان الرجل راح تصير خلف ذول الشباب اللي هسه هذي الليج نخليها تحت او فوق الداون. هسه هذي الرجل الاولى نسوي معاها يعني اي شغلة مثل الحذاء، ونسوي لون، خلي هذا اللون قهوائي كلش اذا مو اسود، او اسود يصير هذا اسود، حذاء يصير دائما اسود. نعدل، نعدل بي عند البحذاء، اوكي. خلصنا هسه هذا، هذا الليج، بس نخلي المرتكز مالها هنا صار، ونأشرها ونسوي لنا وحده ثانيه يعني نسخه نسميها رايت، هذه رايت، ونجيبها هنا بهالمكان، نجيبها بهالمكان.
هسه هذه صارت، هذه اللي هيك شوية تحتاج لها شوية تعديل إذا أريدها، وهذه أيضا أو هذه رايت أوكي. هسه هذه وهذه أيضا. هسه إذا تشوفها هسه خلصنا الساق، خلصنا الساق والجسم، نجي إلى اليدين. اليدين اليدين نفس الطريقة. هسه نسوي هاند، لاحظ هاند، ناخذ نفس اللون، لون السترة، ونقسمه قسمين. هاي هاند أب، خل نسميه أب، أبر، هذا أبر، ليش ما ياخذ الكتابة أب. نجي لاحظ شلون راح نسوي، راح نسوي بهالطريقة، نخليه على النص للمرفق، يعني نخليه للمرفق، ونسحب هاي هنا ونسويها بهالطريقة، ونجيب هذا أيضا أوكي. هسه بهالطريقة هذا الأب ننسخها، نسميها داون، هذه نسويها داون، ننسخها ونجيب المرتكز مالها هنا بالوسط، ونقلبها، نقلبها منها. لاحظ ان المرتكز صار هنا، يعني هسه اذا نريد ندورها تدور بهالطريقة الايد. لاحظ شلون تدور، تدور بهالطريقة الايد. نجي لهاي المكان اللي احنا مو، اللي هي هذه السفلى، نجي نكمل عليها شغلة، لان القميص ابيض شوية، نطلع القميص، نطلع القميص، هذا القميص نختار له لون، نختار له لون ابيض نفس لون القميص. إذا تلاحظ هذا نفس لون القميص. هسه خلصنا من هذا القميص، قلنا لونه أبيض، هسه خلصنا من الإيد، هذا الني، هذا الني اثنينهن فوق وتحت، نخليهن بجروب ونسميهن ليفت هاند. هاي الايد راح شو نسوي ليفت هاند، ونخلي المرتكز مالها هنا الرئيسي يعني مال الجروب، راح نسوي له دبل، نسوي له واحد، نسوي رايت، نسوي رايت، ونشيل رقم اثنين هذا، ونسوي رايت هو، ونقلبه من هذه، من هاي الاداة، قلبناه سحبناه الى هالمكان. لاحظ سحبنا إلى هذا المكان، إذا تشوف هذا سحبنا إلى هذا المكان. إحنا شنو عندنا؟ عندنا هذا الرايت، هاي عند الفوق الأب اللي هو هذا الأب، نقدر فقط نشيل هذه، والثانية ليفت، نجي للأب، عفوا انسحب، نختار أداة تنعيم الحواف، صارت بهالطريقة. هسه كنترول آر، لاحظ شنو صار، شنو صار عندنا، كنترول آر شنو صار عندنا، صار إن الفوق هذا، هذا داون وهذا أب. هسه راح هنا نجيب لنا، اذا تلاحظ نسوي كنترول ار طالع، هذا نريده ما يطلع، نجي نسوي لنا باتش منا، نضيف جديد، نضيف باتش، ضفنا الباتش ونختار هاند اب اوكي.
هذا هو الباتش لاحظه شلون طلع، واذا اكبره هسه لاحظه شوف شلون يودر. هذا يسمونه باتش. ايضا بهذه الايد ايضا هم اسوي لي باتش. سوينا الباتش، نجيبه هنا الباتش شوي نكبره، كبره هذا الباتش. يعني الايد من تفتر، الايد من تفتر اذا تلاحظ من نفرها شلون تصير كنترول ار بهالطريقه، يعني تبين. هسه وين الباتش؟ هذا هو الباتش موجود، شوية نكبره، وهذا همين نكبره الباتش الثاني. الباتش تستخدمونه إذا تريدون تضيعون شي، يعني مثلا هسه هذه الإيد تتحرك براحتها إذا تلاحظ. هسه خلصنا من الإيد. بالنسبة للإيد هنا إذا نريد نسوي لنا إيد، هنا نسوي لنا كف هاند أب، هنا نسوي كف لو فرضا نخليه جوا الهاند أب ضمن الجروب، نسميه كف. هذا راح نسميه عربي. هذا الكف إذا أريد أجيبه هو لهاي الإيد، أختار لون الوجه نفس لون الوجه، وأجي أشتغل كف بطريقة، يعني هذا كف. أختار الثاني لو فرضا هذا اختاره، خلني شوية نكبر حتى يصير لنا مجال للتعديل لل سوي الأصابع. هذا كف، هذا واحد، هاي الصبع كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول في مرة ثانية، يعني جاي أنسخ، أنا جاي أنسخ كنترول في. لاحظن إحنا نسخناهن كلهن. هسه إذا تشوف خلينا سوي لنا كف، يعني بالرسم شلون أرسم بالإنترنت موجودة طرق رسم الكف إذا تقدر تدخل عليهن. أنا بالنسبة لي سويت لي مجموعة كاملة وخليتني، يعني اقدر استورد هسه اي كف واستخدمه بهذا المكان. هسه هذا الكف هذا اليد شوف هاي الاصبع الابهام، نلغي هذا اذا نريد، نلغي ذني كلهن، نلغيهن هذا ني يعني اذا هذا الكف بالانامي. طبعا كله اربع اصابع مو خمسه، بالانامي يشتغلون كلهن اربع اصابع. هسه هذا كف، هذا واحد، سوي لنا واحد ثاني لو فرضا
اللي سوينا كف رقم 2، هذا كف رقم 2 هذا كف رقم 2 جاي اسوي مورف مالته. شوف شلون يطلع بطريقته، يختلف عن ذاك. يختلف عن ذاك، مو مثله. اذا تلاحظ مو مثله. هسه سوينا كف واحد كف اثنين، اثنينهن خليهن بجروب ونسميهن كف، هذا سميناه، وكليك يمين عليهن ونقول له convert to switch، صارن سويتش. هسه اثنينهن اي واحد اختاره ممكن اختاره. هذا اخلي الارتكاز ماله هنا واجيبه ادخله بهالمكان. اذا اوكي، هسه اذا تلاحظ هذا الكف وهذا الكف. اذا هذا واحد، بعد نسوي لنا واحد، هذا نسميه اب، صارن ثلاثة. هذا الاب نخلي لفوق اي شكل. هسه اذا تلاحظ هذا كف واحد، هذا كف وهذا كف، يعني نقلبا. هسه هذا عدل، هذا تحت، هذا فوق، واحد تحت واحد فوق. اوكي، هذا نفس الكف الجروب مالهن، اسوي له واحد ثاني اسميه ليفت للايد الثانية، اودي هذا اسميه ليفت كف، واجيبه هنا اخليه داخل هاي الهند. لاحظ هسه اذا اجي هنا القاه موجود، احتمال هذا هو صار هنا، هو يجي بمكانه، هو يجي بنفس المكان. هسه خلصنا طريقة الرسم، خلصنا رسم الشخصية كلها، اجيبها اظللها واخليهن واسميه مان مثلا، مان سميته مان حتى اصغره. اذا اخليه بجروب واحد تقدر تحركه وتصغره. اذا تلاحظ هسه هذه هي شخصيتنا، كنترول ار، لاحظ هي هذه شخصيتنا اللي رسمناها بالانمي. هذا هو درسنا الكامل. ان شاء الله الدرس الجاي راح نشتغل العظام لنفس الشخصية. اللي عنده سؤال خلي يسألنا بهذا الموضوع. واخيرا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.